بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نشرح في سلسلة Headway أو New Headway Academic Skills. وفي Academic Skills قلنا عندنا 3 Levels. This is Level 1, وزي ما عارفين إنه عنده كتابين, كتاب للListening وللSpeaking والستادي سكيلز, ده ما بدينا فيه حتى الآن, وبدينا في كتاب الريدينج رايتينج آن الستادي سكيلز اللي هو المستوى الأول ليفل 1. خدنا 3 يونيتس, 3 يونيتس هاف بين اوريدي اكسبليند اند ديسكاست اند ايفريثينج اباوت ذيس 3 يونيتس هاز بين دان. سو ناو وي موف تو ذا فورث يونيت اللي هي الوحدة الرابعة. إيش اسمها الوحدة الرابعة؟ architecture اللي هي العمارة, وarchitecture وعندنا architect اللي هو المهندس المعماري. طيب إيش ندرس في هذه الوحدة؟ unit 4 reading skills اللي هي مهارات القراءة, making notes, how to make notes. There is a difference between taking notes and making notes. Taking notes during the lecture, يعني أنت أثناء المحاضرة بتأخذ بعض المعلومات عن المحاضرة, أو مثلا بتقرأ في كتاب تأخذ بعض المعلومات سريع لكن بترتبك, وبعدين لما تمشي بتمشي تظبطها وتعمل notes, يعني تعمل يعني كتابة متكاملة بالمراجع وتسميها making notes. طيب research focusing your search, يعني تركز في البحث بتاعك, يعني ما هي العوامل التي تجعلك انك تقدر تفتش في الحاجة المعلومة العايزة بصورة افضل واسرع وادقة. focusing your search. writing skills linking ideas, زي ما اخذنا قبل كده في linking ideas اخذنا and واخذنا but واخذنا, الان نمر برضو حناخد because and so للreason وللresult. Words and phrases writing about a building, يعني هنا عندنا كيف نكتب عن المباني. Vocabulary development, كيف ننمي ذخيرتنا اللغوية. Dictionary entry, نقدر نخش على عندنا بعض الكلمات في الدكشنري حنناقشها مع بعض. واليوم حناخد countable and or uncountable nouns, الأسماء التي يمكن حسابها الأسماء التي لا يمكن حسابها, هذه مشهورة في الإنجليزي وإن شاء الله نأخذ فيها أمثلة. طيب نمشي طوالي ونأخذ نحاول نسرع لأنه الفيديو المرة فاتت كان طويل. famous buildings, work with a partner, look at the photos of the Taj Mahal and Bank of China Tower. عندنا هنا Taj Mahal واضح اللي هو موجود في الهند, وهذا Bank of China Tower, شايفين هذا اللي هو برج بنك الصين, البنك المركزي للصين. Discuss the questions, use words from the box to help. Old, modern, tall, style, marble, steel, glass, stone, city, gardens, architect. Old معناته قديم, modern معناته جديد, حديث, tall معناته طويل, style اللي هي الطريقة أو نمط, نمط إسلامي, نمط حديث, نقول النمط, نقول life style, نمط الحياة. ماربل اللي هي من اللي نسميها من شنو, من الرخام أو من الكلمة ماربل اللي هي من المواد الرخامية. ستيل اللي هو الحديد, وغلاس الزجاج, ستون الحجارة, سيتي مدينة, غاردنز اللي هي الحدائق, وأرشيتكت هو المعماري أو الفن المهندس المعماري الذي يضع التصاميم ويضع الرسومات للمباني. How are the two buildings different? أي ما شاء الفرق بيناتهم. What do you think they are made of? مصنوعات من إيش؟ يعني تاج محل and Bank of China Tower. Where are they situated? وين نلقاهم موقعهم؟ موقع تاج محل وين, وموقع بانك اوف تشاينا تاور وين. Who do you think built them and why? من الذي بنى هذين المبنيين ولماذا؟ طبعا ممكن اجاوبهم لكن خلونا نمشي
ممكن يكون ده نقاش في مع الزملاء وتقدروا تجاوبوا، وإذا كان رجعتوا للكلمات اللي فوق تقدروا تراجعوا. لكن خلينا نمشي نشوف القطعة. Read study skills. Read the text about the two buildings. Make notes to complete the table. يلا دي القطعتين وهم هنا، اللي هو the Taj Mahal is located in Agra in the north of India. Agra اللي هي دي مدينة في اللي هو جنوب الهند. Many people think it is the most beautiful building in the world. ناس كثيرين بيعتقدوا إنه هو أجمل المباني في العالم. It is situated in formal garden just outside the city. في الحدائق الحدائق الحكومية، الحدائق الرسمية. So it's in a very quiet place. يعني في مكان هادي جدا جدا سكون. Nearby there is a river. جنبه كمان في river زي ما شفنا هنا في الصورة. إذا كان لاحظتوا في الصورة هنا في river. تمام؟ يعني اختاروا المكان اختيار دقيق جدا جدا. The Taj Mahal was built between 1631 and 1654. يعني زمن طويل، about 13 years. By Shah Jahan. It was a tomb for his wife. Tomb اللي هي مقبرة أو قبر لزوجته. معتز محل. Who died in 1631. يعني من توفيت زوجته صاروا يبنوا في تاج محل لحد سنة 54. It is built in an Islamic style. على النمط الإسلامي. It symbolizes شاهني شاه جيهانز loves for his wife. Symbol معناته رمز. Symbolizes يعني يرمز أو يدل على، اللي هو رمز، اللي هي هدية رمزية لزوجته بعد ما توفيت، عمل لها هذا المقبرة الخاصة الجميلة سماها تاج محل. Symbolizes جاي من symbol. Symbol it is a sign or it is some sort of something يعني اللي هي نسميها رمز أو نسميها كده. Symbolizes يعني يرمز إلى حب شاه جيهان لزوجته اللي هي اسمها معتز محل. In the center of the building is a tomb. وين المقبرة بتاعتها والقبر بتاعها؟ في وسط البيلدينج، في وسط المبنى. Which is made of white marble. اللي هي الرخام الأبيض. The rest of the building is made of sandstone. يعني حتى المقبرة بتاعتها عمل لها خصوصية وبعضها كانت مبنية من الحجارة الطينية. Around the tomb there are four tall minarets. مينارت اللي هي المنارات، لاحظوا ليها منارات اللي هي أربعة منارات اللي هي زي المنارة بتاعت المسجد عندنا في الإسلام. دي إذن تاج محل. وعرفنا The Bank of China Tower is situated in Hong Kong. ليه؟ في هونغ كونغ. The architect was Yu Ming Pia أو باي. He is very well known. اللي هو ده اسم العالم إيوه مين باي. He is very well known. He designs large unusual buildings. دائما هو بيعمل تصاميم ل designs يصمم large unusual buildings، المباني الكبيرة الغير معتادة وغير مألوفة. The Bank of China Tower was built between 1982 and 1990. يعني أحدث من تاج محل، فرق بيناتهم 3 قرون تقريبا وزيادة. It's a very tall لا مش 3 قرون، 30 عندنا هنا من 1600 ل 1900، إذا 300 سنة صح، 3 قرون. It's a very tall skyscraper with 70 floors. Skyscrapers اللي هي ناطحة السحاب، فيه كم دور؟ فيه 70 دور، فيه 70 طابق. It's 367 meters high وارتفاعه 367 متر. The style of the building is modern حديث. And it symbolizes strength and growth. يرمز لماذا؟ يرمز للقوة والنمو. The building is very light inside
because it's made of glass and steel, مصنوع من الزجاج والستيل. الستيل هو سبيكة من الحديد ومن اللي هي تلمع وتمتاز بالقوة لكن خفيفة. There is a small viewing platform. Viewing يعني وضعوا له طابق. البلاتفورم اللي هو البلاتفورم اللي هي زي منصة, منصة للنظر عبر الزجاج في المدينة. The viewing platform, a small viewing platform which is open to the public. هذه الجزء يعني تطلع في الطابق 42, في الطابق 42 تدخل في البلاتفورم ده اللي هي المنصة لتنظر للمدينة من هذه المنصة. The platform is on the 42nd floor, في الطابق رقم 42. So visitors can have a panoramic, اللي هي view of the whole city. Panoramic يعني كلها, وجميلة جدا إذا كانت طلعت فيها. It is one of the tallest buildings in Hong Kong and is used for offices. يعني هو أشوفه الهايت in meter, وهنا عندنا الفروع. إذن الهايت كم؟ 372. هنا حنكتب 372 صح. الهايت كم؟ 367 متر, وفيه كم طابق؟ فيه 70 طابق. تمام. إذن ده التو بيلدينجز, ودانا عنها فكرة. طيب هنا نبدأ طوال السمري ده أو الاكسرسايز ده هو نفسه الموجود فوق. يعني هنرجع تاني, نرجع هنا, لكن قبل ما نرجع هنا قال لك read the text about the two buildings, make notes to complete the table. عشان نكمل الجدول ده اللي هو عندنا هنا شباب, making notes هذه مهارة مهمة جدا, study skill في الدراسة, لازم نعرف كيف نعمل notes. Making notes is an important skill, مهارة مهمة. Use it for study or intense reading. نستخدمها وين يا شباب؟ نستخدمها لسببين. ممكن نستخدمها للدراسة, نستخدمها للدراسة أو للقراءة المكثفة أو القراءة المعمقة, القراءة العميقة. Read slowly and carefully when you make notes. Note making helps you, بيساعدك في شنو؟ إذا كان عملت النوتس اللي أخذت الملاحظات وعملت ملخصات مرتبة, تساعدنا في شنو؟ understand what you read, تساعدك في استيعاب ما تقرأ, استيعاب ما تقرأ. remember the important points, تساعدك في إنك تتذكر النقاط المهمة. write about the topic, تخليك إنك تكتب عن الموضوع. بعد ما تعمل نوتس وتذاكرها وتراجع وتفهم, ممكن تكتب عن الموضوع غيبا. Write about the topic. Topic الموضوع. Write about. Revise later for exams. وحساعدك كمان عشان تراجع للامتحانات. There are many ways of making notes. طيب بنعمل النوتس كيف؟ ممكن بالدروينج. ممكن في ناس يرسموا. And labeling diagrams. اللي هي نعمل الصور التوضيحية. العاملين عليها بيانات. ما هي صورة. ماذا مترد. Is a kind of note making. إذن أهم سكيل اللي حنتدربها اللي هي making notes. طيب هنا ممكن نعمل making notes building اللي هي إذا كان قلنا البيلدينج الأول إيش هو؟ تاج محل, هذا هو. والثاني إيش اللي هو إيش يا شباب؟ اللي هو Bank of China Tower. Bank of China Tower. تمام يا شباب. Built by ده بمنو؟ اللي هو شاه جيهان. شاه جيهان تجيبه من القضاء. وهنا منو؟ بإيو مينغ باي. إيو مينغ باي اللي هو ذا اللي هي شاه جيهان. طيب وين ذا؟ located in Agra North India, ده in Hong Kong. البنك بتاع الصين في شنو؟ في هونغ كونغ. هونغ كونغ تمام. طيب ديت ده هنا من سنة 1631 ل 1654 ممكن أطلعها. وده من سنة كم؟ من سنة 1900 كم يا شباب؟ 82. لاحظ بعد 300 سنة تقريبا, من 82 إلى 1900
وتسعين. building type اللي هو ده Islamic type, Islamic style, Islamic style اللي هو على النمط الإسلامي. لا لا لا, هنا عندنا التومب, سوري, هنا اللي هو لاحظنا, إذا كان شفنا اللي هو, أيوة, هنا building type وليس الستايل. building type, building type اللي هي التومب اللي هي يعني مقبرة. وهنا sky scraper ناطح السحاب. made of اللي هو marble and sandstone اللي هو الماربل, ماربل وساند ستون, وده من الجلاس والستيل. ده هنا اسلاميك ستايل, ده مودرن يعني حديث. سيم سيز موست بيوتيفول بيلدينج ان ذا وورلد. وهنا عندنا فيه شنو, في البنك اوف تشاينا تاور, عندنا فيه البلاتفورم, وين, في الطابق اللي هو 42, وممكن تشوف به البلاتفورم اللي هو ده, ممكن تشوف به المدينة كلها. دي نوتس. الحين احنا عملنا نوتس, ميكينج نوتس, هذه نوتس ممكن تاني ترجع اليها في الامتحان, ترجع اليها اذا كان انت مهتم بالموضوع ده. read the text again, label the diagrams of the two buildings اللي هو طبعا خلاص عرفنا انه ده تاج محل وده بانك اوف تشاينا اللي هم هذول الاثنين. هنا ممكن تكتب تاج محل وهنا بانك اوف تشاينا تاور. فور الاكسرسايز 4, look at the underlined words from the two texts, what part of speech are they. طبعا احنا عارفين اجزاء الكلام, noun, verb or adjective. طيب guess the meanings from the context. احنا دائما بنحاول نخمن المعنى من خلال السياق. The words in bold will help. خلي بالك, it was a tomb for his wife. Tomb, his wife. تمام, اذا احنا بنفتش على اللي هي tomb. تمام, tomb هي شنو, حتكون ايش, noun, صح, حتكون noun هنا اللي هي حتكون noun. وطيب هي نستفيد من his wife وضايد, اذا حتكون عبارة عن شنو يا شباب, التوم, place where the body of an important person is buried, يعني هو المكان اللي بندفن فيه الناس المهمين. it's built in an Islamic style, Islamic style. it symbolizes Shah Jahan's love for his wife. symbolizes زي ما قلنا معناته شنو يا شباب, symbolizes معناتها verb. اولا هي verb, هنا قلنا دي noun الاولى, هنا verb. لازم تعرف اي جملة verb اللي هي فعل. تمام, من كلمة symbolizes يعني كانت symbolize, بيها symbolizes يعني هنا present symbol, يعني ويش ده معناتها, represent some things يعني رمز. the architect was Eo Ming Pai. He is very well known. He designs. كلمة designs لأنه هنا عندنا S. designs هتكون إيش, تكون verb, نفسها verb. large unusual buildings. إذن هنا design معناته إيش يا شباب, plans and makes a drawing of the building. plans and make. It's a very tall skyscraper with 70 floors. It's 367 meters high. Is a skyscraper معناته شنو, very tall building, very tall building. لانه لا شوفوا, اذا كان شفنا الطول الارتفاع بتاعه عالي جدا جدا, اللي هي مسميها بالعربي ناطحة السحاب. There is a small viewing platform which is open to the public. The platform is on the 42nd floor, so visitors can have a panoramic view of the whole city. يعني ايش معناها panoramic, اللي هو adjective, هتكون adjective. تمام يا شباب, لكن ايش معناها اللي هي ايش,
of a wide area اللي هي يا شباب of a wide area بانوراميك معناته of a wide area يعني اللي حاجة كبيرة جدا ممكن أشوف فيها. إذن هنا ماشيين كويس جدا جدا. خلينا نمشي لـ exercise number 5. Use your notes to complete the summary about the Taj Mahal. طيب the Taj Mahal was built by بمين؟ built by من؟ من الذي بنى؟ built by نقول built by من الذي بنى تاج محل؟ شاه جهان. شاه جهان. لاحظ هنا كلمة number 1 نمبر 1 نمبر 1 حنكتب هنا نفتش وين نفتش شاه جيهان فشاه جيهان إذن هنا هذه هي نمبر 1 شاه جيهان تمام أو ممكن تفتشها من فوق between the years اللي هي كم 1900 و 1600 1600 معلش 1631 ل 1654 تمام it is located where is it located in Agra المدينة اسمها ايش Agra هذا ايه كتابة تعبانة لكن مشو الحال Agra in the north of India it's ايش for Jihan's wife. It's mother. It's a tomb. Tomb. مقبرة. For Jihan's wife. It's made of marble. الرخام. Marble and sand stones. The style is Islamic. سهلة جدا جدا. راجع. وراجع الفيديو كل مرة ممكن تصل لحل أفضل وتحفظ الحل وتخش على الامتحان وإن شاء الله موفق. Write a summary of the text about the Bank of China Tower. Use your notes for exercise 2. يعني هنا نفس الحكاية هنعمل لمين اللي هو Bank of China Tower برج بنك الصين. طيب finding information الحين لازم information يا شباب ما بنكتب لها S بالرغم انه هو المعلومات معلومة في information ومعلومات برضو ايش information طيب هنا to the famous building from the books or from your country find information about it and make notes in the table طبعا هنا عندنا اعطانا يعني بعض المباني المهمة الأخرى وحنكتب عنها هنا نعمل نوتس بنفس الطريقة مثلا جيم مايو بيلدينج اللي هي في شنغهاي امباير ستيت بيلدينج في نيويورك وطوكيو سيتي هول اللي هي أكيد في طوكيو في اليابان سيدني أوبرا هاوس عشان ما بذكر لك لما نكتب لك سيدني خلاص معروفة في وين في أستراليا طوكيو في اليابان بلو موسك اللي هي في اسطنبول اللي هو المسجد الأزرق بلو موسك بيترو ناس تاورز هيكون وين في كوالالامبور برج العرب اللي هو وين في دبي لاحظوا هنا ما ذكر لي من قال طوكيو وسيدني اللي هو طوكيو سيتي هول اللي هي الصالة بتاعت شنو مدينة طوكيو وهنا بيت الأوبرا في سيدني إذا تأخذ من ديل وتبدأ تملأ التابل وافتكر انه يعني سهلة جدا ممكن تعملها قال study skills focusing your search اللي هو كيف تركز في انك تجيب المعلومات الدقيقة بسيرش before you search for information about a topic for example a building ask yourself what do I need to know أول شيء أسأل نفسك قبل ما تفتش على المعلومات What do I need to know ما هي المعلومة التي أفتش عليها ماذا أريد أن أعرف Make a list of things you want to find out أعمل قائمة بأسماء الأشياء التي يعني تفتش عليها For example Who was it built by من الذي بنى هذا المبنى Where is it located أين يقع يعني أعمل Where is it located and the style and for example what is the building materials ما هي
اللي هي بنيناه من اي ماده، بنيناه من الستيل، من البريك، من كده. اذا تعمل، اذا ده عشان تركز البحث بتاعك في المعلومات، اول شيء اسال نفسك ما هي المعلومات، what do I need to know، ما هي المعلومات التي يجب ان ابحث عنها، انا بفتش عليش. طيب بعد كده اعمل قائمه، type of building، state of building، who is the architect، مع مثلا ما هو المعمار البناو، where is it located and how tall is it، كده يعني المعلومات الأساسية اللي بنفتش عليها، تمام. وإذا ممكن أجاوب بسهولة هنا برضو writing، اللي هو هنا نمشي للسكيلز بتاعت الرايتنج، لأن الكتاب ده قلنا reading writing and study skills، اتكلمنا عن reading، نمشي ليه الرايتنج. الرايتنج describing buildings، وصف المباني. هنا اليوم حنركز على انك كيف توصف المباني، ومن بداية المحاضرة، من بداية اليونت كلها بنتكلم عن الارشيتكشر اللي هي العمارة، العمارة، تمام يا شباب. study skills linking ideas reason clauses because اللي هي للسبب use because to join sentences it tells you the reason why. طيب اذا ليه بنستخدم، بنستخدم ليش؟ because بسبب، لأنه، تمام يا شباب؟ وسهلة جدا جدا، هنشوفها في الأمثلة. إذا because هنستخدمها ليش يا شباب؟ because بنستخدمها للتعبير عن السبب، زي إيش؟ why and why not، why and why not، something happens، يعني في ممكن شيء يكون حدث، حدث ليش؟ وإذا كان ما حدث، ليش ما حدث؟ Look at sentences A and B, underline because اللي هي نفتش على السبب. يعني الآن عندنا الجملة الأولى A، كان عندنا two sentences. The building gets very hot in summer. It's made of glass. ليش في السمر بيكون very hot؟ ليش؟ لأنه it's made of glass، لأنه مصنوع من الزجاج. طيب the building gets very hot in summer because it's made of glasses. طيب خلينا نجي هنا. Read study skills. Find a sentence with because in the paragraph about the Bank of China Tower. Complete the sentence. إذن هنا عندنا أول شيء exercise. قال لك فتش على في الـ Bank of China Tower. في كلمات بتبدأ ب، عندنا واحدة بتبدأ بشنو، بإيش؟ بالسنتنس بيبدأ عندنا فيها because. The building is very light inside because it's made of glass and steel. هنا الإجابة لهذا السؤال، نمشي ليه؟ للموضوع عن Bank of China. The building نمشي نفتش. The building is very light because it's made of glass and steel. هذه هي الإجابة للإكسرسايز الآن تكلمنا عنه، هذا الإكسرسايز، هذا هو جاوبنا عليه. هنا هذه هي الإجابة. The building is very light because it's made of glass and steel. اللايت معناته إيش؟ معناته خفيف، ما هو ثقيل، لأنه مصنوع من الزجاج والستيل. طيب complete the sentences with a reason clause أو close، تمام؟ طيب إذا حنتمها ب reason اللي هو السبب، reason clause اللي هي مقطع السبب. A lot of people visit the Taj Mahal because it's very beautiful building. Because it's very beautiful building. A lot of people visit the Taj Mahal because it's a very beautiful building. طيب some people do not like skyscrapers because they are afraid of height. لأنه they are afraid of heights، المباني العالية والارتفاعات العالية. Some jobs are unhealthy because ليش؟ they are very stressful. زي the taxi driver. Most plants cannot grow in deserts because there is not enough rain. ما في المطر يعني كافي. طيب I like، تجيب أي مبنى. It's very unusual. مثلا تكتب أي مبنى، تكتب أي مبنى.
مثلا I like برج العرب because it's very unusual. تمام very unusual. طيب read study skills five sentences with so. So قلنا بنقول لأنه هنا نقول لأجل ذلك in the text about the Taj Mahal and the Bank of China Tower underline so and circle اللي هنا شباب result عشان نحصل على كده so اللي هي سميها result clauses so use so to join sentences it tells you the result of something حتوريك ما هي النتيجة اللي هو عندك شيء وبعد كده يكون في نتيجة نقول so look at sentences A and B underline so and circle the comma the buildings is made of glass it gets very hot in summer so حنكتب هنا now وش نعمل comma خلي بالك هنا للكوما وبعدها تجي ايش so so دائما تجي بعد الكوما اللي هي للresult اللي هي للنتيجة the building is made of glass comma so it gets very hot in summer خلاص سهلة جدا جدا وإذا كان رجعت عندنا في تاج محل وبانك of China Tower بنلقى إيش بنلقى عندنا مثلا it is situated in formal gardens just outside the city so it's in a very quiet place هي لاحظين دي الإجابة هنا it's situated in formal gardens outside the city so لاحظ هنا so ها قبالكما it's very quiet place مكان هذي جدا جدا طيب ننفتش في تاج محل ما في so عندنا so ها هنا the platform المنصة is on the 42nd floor so شايف كما so visitors can have a panoramic view of the whole city لذلك ممكن الناس يشوفوا طيب ممتاز ممتاز جدا جدا وماشين كويس خلينا نجي هنا نشوف match sentences 1 to 5 تعملها matching مع مين من الأحرف A to E very simple and very interesting يلا خليكم معانا ونمشي ليه أولا sometimes we just want to get information تشبه لنا إيش ها إذن حنستخدم إيش يا شباب خلينا هتكون هنا معاها ايش معاها بي sometimes we just want to get information so comma هنعمل comma و so we read the text quickly to find it صح وما حيكون نبدأ بالكابيتال بنبدأ بالسمول طيب 2 a personal diary is only for ourselves طيب إذن حنكتب بصورة we write in a very informal way so برضو حنستخدم إيش so إذن هنا E وحنستخدم معاها إيش so نتذكر الكوما وهنا حنبدأ بشنو بالسمول we write in a very informal way George wants to work for a computer company one day دار يشتغل في شركة كمبيوتر إذن حيتعلم إيش أي شيء عن software A إذن 3 هنستخدم A إذن كده حيكون عندنا إيش so he is learning everything إذن هنا حيكون so نعمل كوما so وهنا حنبدأ بشنو بالسمول taxi drivers face traffic jams every day ها وين بعد كده they often suffer from stress in their ها هيكون because ولا so احنا كلنا هنا بنستخدم so إذن هنا taxi driver لأنه so they often suffer اللي هو دي كلنا شباب بنستخدم so إذن هنا so وهنا حنبدأ بالsmall وآخر شيء in the summer the oceans are very warm هيكون معاه شنو ها This is when hurricanes usually form. اللي هو C. So اللي هو this is حنكون طوالي so اللي هو اللي هي ال hurricanes يكون العاصير بتاعت ال نتذكرها طبعا هنا وحنبدأ this is حتبقى إيش
وهنا نكتب كوما سو كل كوما سو، وهنا عملنا ماتشنج وكده بنكون اتدربنا على سو. التدريب ممتاز جدا جدا. طيب نمبر 5 كومبليت ذا سنتنسز ويز ذا ريزلت كلوز ذير از ا فيوينج بلاتفورم اوف ذا 42nd floor so you can have a view of the city. دي الأولى حلها خلاص انتهينا منها. خلينا نمشي للتانية. The Taj Mahal is a very beautiful building. ها جميل. So هنقول شنو؟ ها many people come to visit it أو to see it. Many people come to visit it. Many people come to see it. There is a lift to the top of the tower. So, it is easy to get to the top. It is easy to get to the top. Desert are very dry regions. الصحراء منطقة جافة جدا جدا. So, not many plants grow there. Not many plants grow there. Marble is a very expensive material, so it is not used for most building. الرخام غالي جدا جدا، عشان كده ما بنستخدمه. So it's not used for most buildings. وعشان كده هو استخدمه للمقبرة فقط. لكن the rest of the building was made of sandstone. تذكرت هذا المحل؟ المقبرة بس عملها بالرخام بالماربل، لكن كل المبنى عمله بالحجارة الطينية، لأنه الماربل very expensive غالي. Material مواد اللي هي المادة. It is very hot in Mexico in the summer, so you should visit it in the winter. هم إذا ما نزوره في السماء نزوره وين يا شباب؟ في الوينتر. تمام. نمشي لإكسرسايز 6. Very simple and very interesting يا شباب. خلونا نمشي لإكسرسايز 6. Match sentences اللي هو زاوج ولا وصل 1 to 5 with A to F, 1 to 6, with A to F. Rewrite them as one sentence using because or so. الحين نختار بين because and so. Use a comma where necessary. طبعا إذا كان استخدمنا so هنستخدم قبليها إيش؟ comma. If I want to visit the Louvre in Paris. ها إذن هنقول إيش؟ If I want to visit because it has some beautiful paintings. F ال A معها الأول الأولى اللي هي F one F لأنه because it has some beautiful paintings. هو رسومات جميلة جدا جدا. Paolo likes climbing mountains. ها إذن هنا خلاص انتهينا من الإف، ما نفكر فيها. طيب ها نفتش وين. So he is going to Switzerland for his holiday. لأنه عندنا هناك جبال كثيرة. So هنا إذن بنستخدم because، وهنا حنستخدم شنو؟ So وحيكون قدامه شنو؟ كوما، واللي هي إذن He is going. حننتهي منها هنا B. تمام. 3. Noura wants to work for a newspaper as a journalist. دارت تشتغل في صحيفة as a journalist صحفية. طيب حتعمل شنو؟ لأنها because she loves writing and enjoys meeting people. Because. وإذا كان عندنا because إذن ما حنعمل إيش؟ ما حنأخذ because بدون ما نأخذ كوما. إذن she loves because she loves. إذن C. نمشي لاند is very expensive in Hong Kong. غالية جدا، عشان كده المباني تكون شنو؟ So most of the buildings are tall and narrow. طويلة جدا وضيقة اللي هي هنا A. وحنستخدم إيش؟ كوما. So مع قوما قبليها. India has a lot of rain in the summer months. في شهور الصيف. طيب إذا تزور متين. So it's better to visit the country in the dry season. هنا هيكون قوما.
So وهنا نبدأ بالسمول وحيكون الإجابة E إذا ننتهي من هذه. طيب باقي لنا وهنا انتهينا انتهينا منها باقي لنا واحدة اللي هي الرشا people like to go to their dashes in the summer اللي هي المباني الصغيرة أو الاستراحات خارج المدينة. ها لماذا؟ because they want to get away from the noisy cities and stay in quiet places. ها إذا هنا عندنا عندنا هنا حيكون 6 حيكون مع D 6 حيكون مع شنو؟ D وهنا حيكون مع شنو؟ because وbecause هنا يكون مع إيش؟ مع D نكون انتهينا من الاكسرسايز سهل وجميل جدا جدا جدا. نمشي الاكسرسايز نمبر 7 very simple and very يعني useful نستفيد من المعلومات كمان نستخدمها في كتابتنا ونستخدمها في كل ما نعمل من نوتس وخاصة الطلاب اللي بيكونوا يدرسوا هندسة واللي بيدرسوا معمار إن شاء الله في المستقبل استخدموا هذه الكلمات. Complete the description the tower houses of Yemen. لاحظوا هنا دي اللي هي المنازل الجبلية إضاءات فوق الجبال في اليمن جميلة جميلة جدا جدا. Use the words and phrases in the box استخدم المقاطع والكلمات because so are made of there are have were built on the outside in the center are located because عارفينها بسبب so عشان كده نعمل are made of مصنوعة من there is و there are أيوة موجود يعني there is و there are يعني موجود كده have were built مبنية out on the outside خارج المبنى in the center في الوسط are located تقع. طيب نشوف الكلمات الكلمات هي موجودة فوق ونظرنا the tower houses of Yemen نقول ايش in the old city of Sana'a the capital of Yemen وين نستخدم ايش يا شباب are located هنا هنا هيكون عندنا are located هنا are located are located when إذن هنا حيكون عندنا when. طيب these houses are very beautiful and unusual إذن الكلمة الثانية هتكون إيش يا شباب قلنا are located so many visitors اللي هي هنا 2 هتكون هنا so 2 so طيب they ها they شنو they were built by local builders بيه اللي هي دي نمبر 3 هنا 3 تمام بالناس المحليين اللي يبنوا يعني بالعمال المحليين and they are hundreds of years old بالرغم انه بنوها العمال المحليين اللي بيبنوا المباني البنائين يعني لكن بتقعد يعني مئات السنين. طيب هنا they stone and brick إذا تكون شنو are made of are made of إذا هنا for تمام ماشيين كويس جدا جدا. طيب made of stone والطوب والطوب والحجارة شايفينها جميلة جدا جدا. The buildings are tall and they ها at يلا they ها at least 5 floors ها أريش يلا have هنا إيش number 5 number 5 اللي هي have 5 طيب have dash of the house is the main staircase ها سلم. طيب هتكون شنو هتكون نمبر 6 نمجي هنا نمبر 6 هتكون ايش نمبر 6 in the center of the house is the main staircase اللي هي center in the center اللي هي 6 هنا in the center تمام اذا هنا ماشيين كويس جدا this
goes up to all of the floors. السلم الموجود في الوسط ده بيمشي لكل الطوابق, موجود في الوسط. تمام يا شباب. The family members usually live on the upper floors, يعيشوا في أعلى طابق. They do not live on the ground floor or the first floor. ليش ما بزي... Because these floors isn't because سبعة because these floors are for food and animals, للأكل يضعوا فيها الأكل ويضعوا فيها إيش يا شباب؟ البهائم الحلال. طيب visitors come there to chat and drink tea, الناس بيجوا ممكن يقعدوا هناك ويتونسوا بده. طيب on the top floor اللي هي 8, there is usually a large sitting room. There is هنا there is usually a large sitting room, غرفة جلوس كبيرة جدا. طيب visitors come there to chat and drink tea. طيب عندنا number 9, walls of the buildings there are beautiful decorations. لاحظوا هنا. طيب on the outside اللي هي هنا 9 هتكون on the outside. تمام يا شباب. إذن هنا باقي لنا كلمة واحدة, ما هي؟ there are. طيب such as stars and snakes, يعني النجوم والثعابين وكذا. There are also decorations around the windows and doors. لاحظوا في الشبابيك وفي ال... إذن آخر شيئين اللي هي there are, سهلة وماشيين كويس جدا جدا. نمشي exercise number 8. طيب find examples of descriptive words, الكلمات الوصفية and phrases, مقاطع in the tower houses of Yemen, underline them. زي شنو يعني؟ يعني عندنا there is usually a large sitting room, there are also decorations. يعني لاحظ هنا قلنا there is usually, هنا there is usually a large sitting room, there are made of some stone, they are made of stone and bricks, they were built. يا الكل هنا شباب ممكن نلقاهم هنا, ممكن تكتب there is usually a large sitting room, there are also decorations outside on the around the windows and doors, they are made of stone and brick مثلا, they were built by local builders. دي كلها كلمات وصفية تساعد شنو في الوصف. تمام يا شباب. The tower houses of Yemen are located in the old city. In the center of the house is, there are also decorations around the windows and doors. On the outside walls, on the top floor, there is usually. إذن دي كلها descriptive words or phrases. طبعا هنا برضو هنا words and phrases, هنا language to describe buildings, ما هي الكلمات التي توصف بها المباني. يعني هنا تكلمنا على tower houses of Yemen, مباني الجبلية نلقاها فوق في زي الأبراج كذا لكن في الجبل. تمام. هنا نتكلم على شنو المباني عموما. You can describe a building using these words and phrases. تمام. There is a viewing, دلوين ده جبناه من وين؟ من Bank of China Tower. There is a viewing platform, عندنا منصة لتنظر بها عبر there are four minarets, minaret اللي هي المنارة. It has 72 floors. It's made of glass and steel. It was built in 1990. It's situated, located in formal garden. دي كلها كلمات ممكن تستخدمها في وصف المباني. In the center, in the middle, at the top, at the bottom, around, outside, inside, on the left, on the right,
on the first floor, on the second floor, on the last floor, on the ground floor. دي كلها ممكن نوصف بها إيش المباني. طيب إذا هنا ممكن يا شباب نمشي للإكسرسايز نمبر 9، ودائما تابعوا معي الإكسرسايز دي وحاولوا أرجعوا حلوها من الكتاب واكتبوها بهدوء. وقف الفيديو وحاول أفهم الإجابات واكتبها بيدك وحاول ذاكرة وميك نوتس. يعني اليوم الدرس كله هنا اللي هو about making notes. Find the result clause and a reason clause in the description of the tower house of Yemen. Write out the result and reason clauses. يعني مثلا هنا إذا عندنا مثلا result so many visitors come to Yemen to see them. مثلا reason because these floors are for food and animals. كانت تذكروا قلنا الفيرس فلور ما قاعدين يسكنوا فيه أهل البيت لأنه ده للأكل والناي. So because is the reason. طيب إذا ممكن نعمل بنفس الطريقة ونتبع نفتش so وين وbecause وين. طيب writing about a building اللي هو exercise number 10. Look again at the notes you made about a famous building on page 23. Write the description of the building اللي هو تستخدم هذه الكلمات وهذه الجمل عشان تقدر توصف المباني. نمشي ليه عندنا الفوكابولري في ديفلوبمنت مهم جدا جدا اللي هو الديكشنري ورك. انتبهوا معي سهلة جدا جدا وبسيطة جدا جدا. طيب read study skills find the adjective light عندنا كلمة light in the text about the bank of China tower. جات كلمة light. كلمة light طبعا قد يتبادر لمخنا إنها هي الضوء صح، لكن عندها معاني أخرى. On page 23 in this context في هذا السياق what does light mean يعني ماذا تعني. لاحظوا هنا اللي هي عندنا أمشي لصفحة 23 أرجع لصفحة 23 أيوة the building is very light. هنا light inside because it's made of glass and steel. light هنا معناته ايش؟ معناته very very heavy ولا opposite of heavy لانه ايش؟ خفيف. يعني لانه مصنوع من الزجاج والستيل. تمام يا شباب. إذا light هنا ما معناته ضوء لكن ممكن يكون معناته ضوء. قال لك many words in English have more than one meaning. Make sure you use the correct meaning. For example, the adjective light has four meanings. Look at the dictionary entry. يعني فتش على light. فتش في الديكشنري هذه هي. Light اللي هي adjective. Lighter و lightest. Full of natural light. أول شيء معناته الضوء. In summer it's light until about 10 o'clock. light هنا يقصد الضوء. The room has a lot of windows so it's very light. Opposite dark هذا المعنى الأول. With a pale color a light blue shirt opposite dark اللي هي ده لون اللي هو فاتح عكس إيش قامق. ثلاثة easy to lift or move. Will you carry this bag? For me, it's very light. Opposite heavy. هنا خفيفة وهنا معناتها ثقيلة. Look at the picture at heavy. Not very much or not very strong. Light rain. اللي هي أمطار ليست غزيرة مثلا. I had a light breakfast. فطور خفيف. Lightly. اللي هي adverb. She touched me. Lightly on the arm. لمسة خفيفة. إذا ممكن يكون عندها أكثر من معنى. تمام؟ طيب هناك معناتها شنو؟ The building is very light inside, so full of natural light. طيب إذا هنا نشوف الكلمات. Look at the dictionary entries. They show definitions for the adjectives. Poor, rich, hard, cool. هنا هذه شايفين هنا مثلا هنا poor عندها كم معنى؟ ثلاثة معاني. rich ثلاثة معاني. hard معنيين. cool ثلاثة معاني. تمام؟ دي كلها هنا. وقال لك
How many meanings are there for each adjective? Isn't poor 3 meanings, rich 3 meanings, hard 2 meanings, and cool 3 meanings. Match the underlined adjectives in the sentences to the meanings in the dictionary entries. احنا هنشوف هنا نشوف المعنى ونكتب عليه 1 or 2. For example, write the number. For example, Pierre exam results were very poor. He has to take the exam again. إذا أخذ البور الثالثة اللي هي bad, بمعنى bad, النتيجة بتاعته كانت سيئة. People who come from poor families usually work hard. Poor هنا معناتها opposite of rich, اللي هي يعني with very little money. طيب خلينا نمشي نشوف هنا. I feel sick. Sonia's cake was too rich for me. ها إذن نختار يا تمعنا, نختار يا تمعنا في نمشي لـ rich. rich معناته شنو؟ having a lot of money. إذن to food that is rich has a lot of fat. ها إذن ثلاثة. إذن إيه حنأخذ معاها شنو؟ ثلاثة. المعنى ثلاثة بتاع rich. Bill Gates is a rich man and he gives a lot of money to charity. إذن حنأخذ المعنى الأول. Lot of money, having lot of money. طيب Rome is a very old city. It's rich in history. هتكون إيش معناتها؟ اللي هي two, containing a lot of something. اللي هي مليئة بالأشياء الجميلة. A diamond is a hard material. It's used in industry for cutting. نمشي لهارد. إذن هارد هيكون شنو؟ نشوف المعنى الثاني difficult to do or understand. شوف هنا diamond اللي هي إيه هنكون الإجابة الأولى not soft. diamond هيكون الإجابة هنا الأولى. تمام؟ هنجي هنا هنكون واحد. طيب it is very hard to learn a new language. It takes me time. اللي هي hard هتكون شنو difficult. هنا اثنين. طيب number three. The pilot was very cool when the engine caught fire. اللي هو ده مين الطيار. Cool. Cool معناته شنو هنا؟ Not excited or angry. إذا هنا two. هنا two. Hong Kong is great fun. It is a really cool city. Cool معناته شنو هنا؟ Very good, صح؟ Cool معناته هنا very good, very nice, لكن informal. Summers in Sweden are cool, but usually quite sunny. اللي هي cool هنا معناته cold هيكون one. إذن كله معنى هيكون كله من الجملة بتقدر تعرف المعنى الصحيح. قال لك finds announce rest and view. In the text about the Taj Mahal and the Bank of China Tower on page 23, use the dictionary entries to check the meanings. تمام؟ the rest of the building. مثلا ده في Taj Mahal. The rest معناته the part that is left. The part that is left. هنا rest. The rest, the part that is left. إذن ده الأول ده في Taj Mahal. تمام؟ وعندنا view نلقاه في اللي هو Bank of China Tower. view بنقصد بها شنو؟ A panoramic view of the whole city. view هنا هتكون شيش؟ هتكون معناته شنو؟ view خلونا هنا في view هتكون شنو؟ المعنى الأول أما المعنى الثاني panoramic. what you can see from a place. view what you can see from a place. تمام إذن ده في تاج محل وده في إيش view في bank of China Tower ورست هناك بنلقاها. طيب look at the nouns in the box. are they countable or uncountable? تمام إحنا هنشوف هنا قبل ما نمشي نشوف كلمة countable and uncountable nouns اللي هم شنو. Your dictionary tells you of your dictionary tells you if a noun is countable. يعني ممكن حسابه. That is if it has
a plural form يعني العنده جمع، احنا ممكن نقول نحسبها ما نحسبها لكن نقول عنده plural اللي هو countable. والان for example building buildings architect architects there are five new buildings in our street is uncountable. Uncountable nouns have no plural form. For example time oil. عشان كده we haven't got much time. Let's go. Uncountable. طيب هنا خلونا بدأ هنا book countable لكن time uncountable. Information uncountable. Floor countable ولا uncountable؟ Countable. Three floors. Public أكيد uncountable. Platform اللي هي countable. Platforms. Steel uncountable. تمام. Rain uncountable. نقول نحسب الأمطار. توم كاونتابل. جاردين كاونتابل. سهلة جدا جدا. What is different about the nouns glass and marble? Check in your dictionary. Glass and marble can be countable or uncountable according to their meanings. إذا كان فتشت في الدكشنري كلمة glass وكلمة marble مرات تلقاها countable مرات تلقاها uncountable وفقا لي الاستعمال. تمام يا شباب؟ إذا ممكن يكونوا countable and uncountable nouns according to their meanings. تمام يا شباب؟ نمشي لريفيو. ريفيو هو دي المراجعة وكذا بنختم بها اليونيت. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من اليونيت. وإذا كان استفدتوا من اليونيت ما تبخلوا علينا بالمتابعة وبنشر الفيديو وباللايك وبالتعليقات وبإضافة أي معلومة إحنا ممكن نحسن بها القناة ودعمكم للقناة يعني الاستمرار. طيب complete the diagram with types of buildings material using words from unit 4. Add other words. هنا يعني هنا مثلا ماربل ممكن تضيف حياة تانية، ممكن تضيف ستيل. تمام ستيل يعني ستيل من ممكن تضيف glass صح، ممكن نضيف ستون، ممكن نضيف ساند ستون. تمام ممكن نضيف بريك طوب، ممكن تضيف وود، ممكن تضيف كلي، ممكن تضيف كونكريت. تمام اذا هنا ممكن تضيف اللي هي مواد البناء، ممكن تاخذ كمية. طيب هنا الاكسرسايز نمبر 2 هذه مراجعه كلها. ليبل ذا دياجرام اوف ا هاوس. هنا عندنا بيت، شايفين البيت ده، والبيت ده فيه هنا أحرف، الأحرف دي هي أجزاء من البيت. هنا اللي هي الأسماء، نشوف الحرف المناسب لكل اسم من ديل. Use the words in the box and your dictionary to help. ممكن تستخدم الديكشنري بتاعك. Roof اللي هو السقف حيكون إيش؟ A. إذن roof حيكون A. B عبارة عن شنو؟ Window. اللي هي ويندو صحيح يا شباب، هيكون بي هنا. لكن walls وين؟ بي ويندو. طيب سي ما هو سي؟ شايفين هنا سرير، اذا سي بيدروم، فتش هنا بيدروم، ها سي هنا صح يا شباب. طيب دي وير از دي؟ هذه هي دي اللي هو دي هنا نفتش وين سكند فلور، دي اللي هو السكند فلور. بعد دي ايش يا شباب؟ اي صح، دي اي وير از اي هذه باثروم، نلقى هنا في كلمة باثروم اي. بعد اي عندنا ايش يا شباب؟ اف عبارة عن شنو؟ لاحظوا هنا الاف مكان السيارة، كان سيارة. هنا عندنا ايش يا شباب؟ جراج اللي هو اف. تمام ناين وير از ناين سوري وير سوري كيتشن اللي هو جي هنا جي اللي هو ده المطبخ، لاحظوا له كيتشن اللي هو هنا يا شباب اللي هو جي. طيب بعد الجي عندنا ايش؟ اتش وير از اتش هذا هو اتش عبارة عن ايش يا شباب؟ ستيرز، اذا كان في ستيرز هنا ايوه اتش
تمام. بعد الاتش عندنا ايش يا شباب؟ ها اي اي عبارة عن شنو؟ فيرست فلور. هذا هو فيرست فلور اي. بعد الاي جي ليفينج روم جي. شايفين هنا جي ليفينج روم. وير از ليفينج روم؟ عندنا عندنا ليفينج روم. ايوه جي. طيب جي كي وير از كي؟ سهله جدا تنتبه. كي هنا ايش يا شباب؟ كي اللي هي دور صح؟ كي دور. طيب بعد كي ال وير از ال؟ هذا هو جراوند فلور. كي ال كي ال ام وير از ام؟ هذا هو. شايفون ده هي المظله دي نسميها ترس اللي هو ام ترس. وين از ترس؟ ايوه ام. تمام ان هذا هو المدخل ان جيت. تمام او هي او عباره عن شنو عندنا؟ جاردن يس او. تمام بعد او بي وير از بي؟ ها وور اللي هي الخارجيه خالص. وورز جميله جدا 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 جدا. طيب complete the description of the house in the diagram in exercise 2. Use the words and phrases in box. In the center around there is on the left has is made of. تمام is made of. On the right there are was built is located. The house the house is located in the اللي هو سبروس اللي هو في اللي هو في المبنى. إذا هنا is located واحد دي is located is سيبروس سيبروبس سيبروبس not far from the city center it ها in كده 2006 هيكون it شنو؟ it was built. اثنين it was built. تمام 3 and is stone and concrete اذن المواد البناء. it's ها it's made of اللي هي 3. تمام تمام it's made of. تمام يا شباب معانا ولا ما معانا؟ متابعين ولا ما متابعين يا شباب؟ خلوكم متابعين معانا. نمشي ل 4 it dash the style is modern and very simple. it فراغ a flat roof and three floors. it has four is an has. تمام هنا has. تمام it has a flat roof and three floors. the garden is quite large and well designed. dash five of the house is garage and اللي هي هيكون وين يا شباب؟ لاحظوا هنا on the left on the left on the left is on 5 on the left 5. تمام on the left on the left of the house and there is a هنا on the right حيبقى on the right. هنا حيكون عندنا 6 on the right 6 on the right لو نلقى المظلة with plants. طيب 7 several palm trees around the house. there are 7 اللي هي there are نحن نوصف المباني. طيب and of the garden. طيب palm trees around the house and كده of the garden is the small pond. لاحظ هنا في عندنا في وسط الحديقة عندنا حوض سباحة. in the center is an 8 in the center 8. تمام طيب in the center عندنا في حوض في وسط الحديقة. the house was has 4 bedrooms and 3 bathrooms. there are high walls when
around the garden. Around is a nine around. ها وآخر شيء an dash a steel gate at the front. There is then إذن حيكون there is. إذن مبنى موجود خارج المدينة اللي هي فيلا جميلة جدا جدا وظريفة. ونمشي لآخر exercise اللي هو exercise number 4. Result or reason. Rewrite sentences A and B as one sentence using because or so. Glass is a cheap and light material. It's used in many garden in many modern buildings. So إذن حتكون شنو so ولا because هيكون إيش so. هنعمل هنا كوما ونستخدم so وهنا هيكون it's نقدر نعمل small. Everyone wants to visit the برج العرب. ليش it is a very famous and unusual reason because تمام. It is important to take good notes. They help you to understand what you read. هيكون شنو؟ هيكون نستخدم so ولا because؟ ها because هيكون هنا because they help you. Shah Jahan decided to build a beautiful tomb for his wife. He loved her very because صح هيكون برضو because أكيد because لأنه يحبها because winters in Russia are very cold. It is important to wear warm clothes. هيكون so وطبعا so دائما قدامه comma يكون بال إذن the weather was perfect. They decided to have lunch in the garden. إذن هيكون so or because هيكون so. هيكون الجملة الأخيرة so. كده بنكون انتهينا من unit 4 اللي هو architecture اللي هي العمارة وخدنا فيها تاج محل وخدنا فيها the bank of China tower وخدنا فيها اللي هي عندنا في اليمن أخذنا إيش في اليمن عندنا المباني الجبلية اللي هي نسميها the tower houses of Yemen وأخذنا فيها exercises كثيرة وأخذنا فيها because and so وأخذنا فيها dictionary عندنا يكون عندنا أكثر من معنى لنفس الكلمة لكن نعرفها من السياق. إذا كان في أي أسئلة وإذا كان في أي اقتراحات أرجو أنكم تكتبوني في التعليقات وإن شاء الله نستمر حد ما نكمل الـ 10 units. أستعي الآن باقي لنا 6 units in level 1 اللي هو في المستوى الأول. أتمنى إنه نقدر نقضي كل الـ units بسرعة جدا عشان الطلاب يستفيدوا قبل ما ينتهي الترم. وإذا كان في أي مقترحات أو في أي إضافات أو في أي شيء عايزين أوضح لكم أكثر أو طريقة أفضل للشرح أرجو إنكم تكتبوا لي وشاركوا الفيديو وحاولوا تابعوا القناة عشان يجيكم المفيد ويعني ويجيكم كله جديد وكله مفيد. شكرا جزيلا للمشاهدة وشكرا جزيلا مرة أخرى للناس اللي كتبوا لي وشكرا جزيلا مرة أخرى للناس اللي اقترحوا علينا وإن شاء الله نحن هنستمر في القناة عشان الناس يستفيدوا وجزاكم الله خير. ما تنسونا من صالح الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.